وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم جيتكم في حلقة جديدة من وصفات سناء كناني باش نقدم لكم واحد الحلوة دلاكريم مبسطة وسهلة وكتجي رائعة والمذاق ديالها خطير واقتصادية في نفس الوقت. بقوا معايا باش تشوفوا الفيديو كامل وبجميع التفاصيل. ونبداو دابا مع المقادير. حنا هنايا في كل مرحله غادي نديروا لها المقادير ديالها. انا ما نحط لكمش المقادير كلها، غادي نديروا مرحله بمرحله. عندنا هنايا لا جينواز غنبداو بها هي الاولى. عندي هنا 5 ديال البيضات، 150 غرام ديال الطحين فورس، و150 غرام ديال سنيده، وسكر فانيلا، وقبسه ديال الملحه. بالنسبه لهنايا كنديروا 5 ديال البيضات، كل بيضه فيها 30 غرام ديال الطحين و30 غرام ديال سنيده. هذه هي القاعده ديال لا جينواز باش تردوا بالكم. الا كان عندكم المول كبير غادي تزيدوا البيض وتزيدوا كل بيضه عليها 30 غرام 30 غرام. عندكم المول صغير، انا بالنسبه ليا غادي نستعمل القطر ديالو 20 سنتيمتر باش نتوما تعرفوا القياس شحال. وانتوما الا كان عندكم المول كبير ما متوفرش لكم مول صغير تقدروا تزيدوا في العدد ديال البيض وفي القياس ديال الطحين مع السكر سنيده. نبداو دابا على بركه الله بالبيض ان شاء الله. دابا انا هنايا غادي نفرق البيض على الصفر. عندنا البول خاصها تكون مسوحه مزيان. انا هنايا غادي نطرب الصفر مع السكر سنيده حتى يطلعوا يوليو بيض. عاد البيض حتى هو نطلعوا حتى هو يولي كيتلج عاد نخلطهم باش كتجينا الجينواز ناجحه وكتجي طالعه. غادي نفرقوا هنايا البيض، غادي نديروا هنايا ما خاصش الصفر ديال البيض حتى نقطع منه تهبط تخلط مع البيض. الا هبطت نقطه منه ما غاديش يصدق لينا الجينواز، ما غاديش تصدق. انا بعد ما كملت هنايا غادي فرقت الصفر على البيض، غادي نبداو بالصفر هو الاول. غادي نزيدو عليه هاد السكر سنيده اللي عندنا، غنزيدو عليه قبسه الملحه باش نحيدو الشيطان، وغادي نزيدو هنايا سكر الفانيلا. هادو غادي نديروهم يتطربوا دابا هما الاولين، عاد غادي ندوزو نطربوا ديك الساعه من بعد البيض البيض. الصفر ديال البيض ها هو كيولا، ها هو ملي يطرب مع سنيده. دابا غادي ندوزو نطربوا البيض ديال البيض حتى هو نديروا نفس هذا. اللي عنده التراب اليدوي يعني التراب ديال الضو يقدر يدير البيض بوحدو والصفر بوحدو ويطربهم. انا حيت ما متوفرش ليا غادي نطربها في العجانه وصافي. هنايا عندي بول كبيره هي اللي غادي نخلط فيها الخليط كله في الاخر. غادي ندير بحال هكا، غادي نهبط داك الخليط اللي عندنا هنايا ديال الصفر البيض مع السكر والفاني، وغادي نغسل البول وغادي نمسحها مزيان عاد باش ندير فيها البيض البيض باش يطلع لينا حتى هو يولي لنا كيتلج. الزلافه ديالنا ها هي كما وريتكم حنايا نشفناها غسلناها ونشفناها خصها ضروري تكون ناشفه. غادي نديرو فيها البيض البيض وغادي نخليوه حتى هو يطرب مزيان وغادي نخلطو باش نوجدو لا جينواز ديالنا. في هذا الوقت هذا اللي كيكون كيطرب البيض وكنكون غنصيبو لا جينواز نشعلو الفران ديالنا باش يسخن. البيض ديالنا ها هو كي كيطلع، ها هو البيض. دابا غادي نخلطوه مع داك الصفر اللي عندنا، غادي ندخلوه هكا غادي نزيدو شويه بشويه وغادي نبقاو ندخلوه مع داك الصفر باش تجي لا جينواز ديالنا تجي منفوخه وتجي مهويه. لا جينواز ما كنديروش فيها الخماره، كنخليوها بحال هكا من الاحسن باش كتسمى جينواز. الا درنا فيها الخماره كتولي كيكه. نزيدو هنايا نديرو البيض على ثلاثه ديال الدفعات، دفعه بدفعه بدفعه. بعد ما نسجم البيض مع الصفر دابا غادي نزيدو الطحين شويه بشويه. غادي نجيب هنايا واحد الغربال وغادي نبقى ندير فيه غير باش نوزع هكا الطحين. هو راه مغربل هي باش يتوزع ما يدخلش دقه واحده.
بعد ما كملت خلطت لا جينواز ديالي، ها هي كي كتولي. شوفوا القوام ديالها كي كيجي. دابا انا عندي هنايا ساكل، انا كندير غير ساكل كنخدم به ديال 20 سنتيمتر. اللي عنده مول يستعملو. انا درت فيه ورق الطهي، هاد البابي كويسون ضروري بالنسبه لا جينواز، حيت هو اللي ما كيخليهاش انها تتحمر من التحت ولا كتلصق، سيختو اللي عنده المول ضروري يدير داك الساكل هنايا بعدا لتحت ديال البابي كويسون، هذاك ضروري. دابا غادي نديرو هاد الخليط ديالنا في المول باش ندخلوه للفران. حاولت نشرح لكم بالتفصيل شنو كاين، باش واللي عنده شي اسئله ولا عنده شي حاجه خليها ليا في التعاليق ونجاوب. دابا بعد ما قديناها في المول ديالنا غادي ندير ليها هاد العويده بحال هكا، هي باش نخرج لها داك الهواء يخرج منها ما يبقاش فيها الهواء الداخل. صافي غادي ندخلوها للفران. انا غادي ندخلها الفران ديالي ديال الضوء على 150 درجه، وغادي نشعل عليه من التحت ومن الفوق باش طيب على خاطرها، يعني غتكون العافيه مهيله. اللي عنده الفران مجهد يدير على عافيه مهيله باش ما تلهبش ليه، وباش طيب على خاطرها غادي ندخلوها الفران نشعلو عليه من التحت والفوق ما بين 20 و 30 دقيقه. وغادي ندوزو نصايبو دابا الكريمه ديالنا اللي غادي ندهنو بها لا جينواز. عندنا 200 غرام ديال الشكلاط الاسود، وعندي 400 مليلتر ديال القشده الطريه. اللي ما متوفراش ليه القشده الطريه غادي يدير بودره ديال الشونتيي ديال 150 غرام ومع 400 مليلتر ديال الحليب، غادي يخلطهم، غادي نذوبو الشكلاط وغادي نضربو الكريمه ديالنا وغادي نخلطو باش ندهنو بها هاد لا جينواز اللي عندنا. غنديروا لقحم ديالنا غادي تضرب حتى تطلع، وديك الساعه غادي نمشي نذوبوا الشكلاط ونزيدوا عليها. الشكلاط ها هو ذوبناه في حمام مريم، درنا الماء من التحت ودرنا عليه كاسرونه اخرى درنا فيها الشكلاط كما كتشوفوا. دابا غادي نستناو عليه يبرد وديك الساعه نخلطوه مع الكريمه، ما نخلطوهش وهو سخون. الشكلاط ديالنا بعد ما برد ها هو غادي نزيدوه هنايا على هاد لاكريم اللي صوبنا وغادي نخلطو. لا جينواز ديالنا هي كما كتشوفوا، انا دخلتها انا خرجتها من الفران. دابا غادي نتسناها تبرد تاكل. الا كيجي هذا الساكل ساهل دغيا كيتحيد، هذه هي غادي نحيدوا لها هذا البابي كويسون اللي درنا فيها من هنا. باش نخليوها باش تبرد باش تجينا سهله تقطع. هنايا بالنسبه لا جينواز انا غادي نعلمها بحال هكا على حسب ثلاثه ديال الطبقات اللي بغيت ندير، وديك الساعه نعلمها بالموس شي موس ماضي، وانا غادي نقطعها بحال هكا وانتم قطعوها بالمنشار. انا عندي هذا غادي نقطعها به وانتم قطعوها بالمنشار اللي عندكم. بسم الله. لا جينواز ديالنا بعد ما قطعناها هذا هو الشكل ديالها. عندي خرجت ليا ثلاثه ديال الطبقات، دابا غادي ندوزو باش نمونطيوها ان شاء الله بحول الله. انا هنايا غادي نسقي لا جينواز ديالي، كل واحد يسقيها اللي بغى يصاوب السيرو يسقيه، انا غادي نسقيها هنايا بالحليب. كل واحد يسقيها اللي بغيتو تصاوبوا السيرو صاوبوه راه ساهل. دابا كملت الطبقه ديالي الاولى، دابا غادي ندير عاوتاني الطبقه الثانيه وغادي ندير لها نفس الطريقه. غادي ندير ليها الحليب نفزقوها وديك الساعه ندير لها لا كريم، وغنمشي بحال هكا تنكمل الطبقات ديالي بثلاثه. ولا كريم اللي غتبقى ليا غادي نديرها من الفوق باش يبقى لنا غير الكلاصاج نصايبوه. دابا كنفينيو الكاطو ديالنا بعد ما دهنا الكريمه كامله على الوجه وعلى الجوانب. دابا غادي باش نوجدوه ونديروه في الثلاجه يبرد باش نوجدو ليه الكلاصاج ديالو اللي غادي نديروه فوق منه.
الكاطو ديالنا ها هو كما كتشوفوا. دابا غادي ندخلو للثلاجه باش يبرد باش نوجد ليه الكلاصاج باش نديروه فوق منه. وندوزو دابا المقادير ديال الكلاصاج. عندي هنايا 17 غرام ديال اوراق الجيلاتين بما يعادل 5 ديال الورقات. عندي هنايا 125 مليلتر ديال الماء، 60 غرام ديال بودره الكاكاو المر، عندي 225 غرام ديال السكر سنيده، و 150 مليلتر ديال القشده الطريه. دابا غادي نبداو. ها هي كترونا فاش غادي نخلطوا الخليط. قبل من داكشي غادي نجيبو بول عامره بالماء ولا شي باني ولا شي حاجه. غادي نجيبو الاوراق اللي عندنا ديال الجيلاتين، ها هما كما قلت لكم راه 5 الورقات بما يعادل 17 غرام. غادي نديروهم في الماء، غنجيبو كاسرونه غادي نديرو فيها الماء، سكر سنيده، وغادي نديروها فوق العافيه ونبداو نخلطو السكر سنيده مع الماء، عاد نزيدو عليهم بودره الكاكاو باش كلشي غيغلي فوق البوطه. هاي بعد ما بدات كتذوب لينا السنيده مع الماء غادي نزيدو بودره الكاكاو وغادي نديروها فوق مع الخليط. هذا اسهل كلاصاج، يعني تقدروا ديروه ساهل وكيجي ناجح 100%، يعني باش ما تبقاوش ما فيهش مقادير بزاف، سهل في التحضير حتى في الطريقه ديالو سهل. دابا غنخليو حتى يغليو هاد العناصر هادو، هذيك الساعه ملي طلع فيهم الغليه ديك الساعه غادي نزيدو عليهم القشده الطريه. الغليه طلعت لينا في هاد الشوكولاتو شوكولاته المر مع الماء والسكر. دابا غادي نزيدو الكريمه الطريه، كريم فريش، القشده الطريه وكل الكريمه الطريه لازم نزيدو القشده الطريه. صافي وغادي نطلع نخليو حتى هي تطلع فيها هي الغليه، صافي وغادي نحيدوها. الخليط ديالنا ها هو غلا كما كتشوفوها الغليه طلعت فيه. صافي دابا غادي نحيدوه وما حدو سخون، غادي نديرو فيه داك الورق الجيلاتين اللي فسقناه في الاول. قبل ما يبرد الخليط غادي نشدو هاد ما تخليوش الخليط ما حدو سخون باش يذوب فيه هاد الجيلاتين. غنعصروه مزيان من الماء كما كتشوفوا، ما يبقاش فيه كاع هاد الورق الجيلاتين ما يبقاش فيهم الماء. صافي وغادي نديرهم في الخليط ونحركو نحركو ما حد الخليط سخون، ما نخليوش الخليط يبرد. منين نحسو بالجيلاتين تخلط لنا مع الخليط غادي نجيبو نكونو موجدين واحد الباسوار واحد الشبيكه مع كويس اللي غادي نخويو فيها الخليط باش هير يدفع نديرو فوق الكاطو، ما نديروش هو سخون. هادو ملاحظات مهمه ومعلومات مهمه خصكم تتبعوهم باش يصدق لكم هاد الكلاصاج يصدق يجي زوين. علاش كنديروا هاد الباسوات الصفايه هادي رقيقه باش الا كانوا شي كويرات ولا كانوا شي حاجه كتحيد ما كتبقاش باش ما كيجيش الكلاصاج ديالنا فيه شي نقيطه ولا شي حاجه، كيكون مصفي ما فيه حتى حاجه. ها نتوما كما كتشوفوا راه بقاو شي نقيطات هنايا، الكلاصاج ديالنا خصو يجي صافي من كلشي. وباش ما يبردش ويدير لنا الطبقه غادي نجيبو سلوفان باش غادي نغطيو به. غير هكا نغطيو به في الراس ديالو غير الفوق ديالو غير الوقت اللي يبرد فيه، جوست لو طون اللي يبرد فيه ونحيدو. غادي نجيبو شي شبكه عندنا ديال الفران ولا شبكه بحال هادي اللي عنده شي حاجه متوفره يديرها، ديروها ديرو تحت منها مول بحال هكا باش داك الشكلاط اللي كيهبط تحت المول باش ما كيسيحش لنا ما كيدلعش. الكاطو ديالنا ها هي بعد ما بيتها ليله كامله في الثلاجه غادي نحيدها وغادي نحطها فوق هذه الشبيكه هذه. بعد ما
شايفه ان هذا الخليط راه ما خليتوش تبرد، هي دفى وعاد نحيد عليه دابا هاد السلوفه اللي درنا عليه. وغادي نبدا نكب عليها من الفوق. بسم الله. كما قلت لكم راه ما خليتوش تبرد مره، هي دفى. انا درت الكاطويه بهذه الطريقه، نتوما تقدروا ديروها باي طريقه بغيتوا. تقدروا ديروا فيها اللوز من الداخل كما تقدروا ديروا، انا جبت لكم اسهل طريقه اللي تقدروا ديروها بها، كل واحد يعمرها باش ما بغى. بعد ما كملت الكلاصاج ديالنا انا درتو، جبت شويه ديال هنايا اللوز كونكاسي مهرمش، اللوز مهرمش، وغادي نديرو هنا في الجوانب التحتانيه، هي في التحت انتي ما جانيش على يدي. دابا غادي ندوزو للمرحله الاخيره وهي ديال التزيين بالشكلاط ان شاء الله. بسم الله، كل واحد غادي يزين كيما بغى هو. وها هي الكاطو ديالنا تزين. دابا غادي اللي بغيتو تزيدوا له شي حاجه زيدوا لها ليه، ما بغيتوش غادي تخليوه بحال هكا، راه كيجي رائع وكيجي غزال. دابا غادي نخليوه يبرد في الثلاجه وغادي ندير لكم في طبق التقديم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. الحلوه ديال الكريم ديالنا ها هي وجدت، راه كتجي رائعه وسهله وسريعه في التحضير. انا زدت لها شويه ديال الويزات فوق الشكلاط البيض، وانتم زينوا باللي بغيتوا. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك وابوني بالنسبه للناس الجداد، وشي تعليق زوين، وبارطاجيو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومع الاهل والاصدقاء باش تشجعوني باش ندير المزيد من الوصفات السهله والناجحه والسريعه. والى الحلقه الجايه ان شاء الله في وصفه من وصفاتي، ومرحبا بكم.